السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. في شهر كريم يا كريم بنزيما اللي يدخل التاريخ، بنزيما وفي الجول، مرور هنا من كريم بنزيما، الانطلاقة والعرضية والرأسية والثنائية في الشباك، عرضية ما أجملها ما أجملها، ورأسية من البارو أدري زلة وكل قائمة البحث عن تسديدة، وهنا العرضية والرأسية، ويا السلام الله 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 في المواسم الماضية، بل الأمر يس هنا بروغمان 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 فنان يا فنان يا فنان، هدف رائع، هدف جميل، وجمال هذا الهدف لبروغمان انه اتى في مرمى اسطوره. لكن هنا باولو ديبالا موجود في اللقطه الماضيه، التدخل كان حاضر، وبالتالي ركله حره مباشره لمصلحه فريق بارما. خطا موجود لفريق بارما، بينما هنا الفرصه لتسديده من ساندرو، جول 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 بالقدم اليسرى القوية، ساندرو قال لا يمكن لا يمكن لا يمكن أبدا بتاتا أن ينتهي شوط المباراة الأول من دون عودة، يوفي يعود، يوفي هنا يسجل هدف التعديل عن طريق عبات إلى حب الكرام وصافرة الحكم جاكوميلي تار من الطرف الأيمن، خطيرة ما زالت ديبالا والرأسية، جول 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 جول، اليوم يومه من جانب البيانكونيري، نعم اليوم يومه هو ألكساندرو من سجل هدف التعادل، هنا عاد ليتقدم وعاد ليقلب الطاولة، وبالتالي هي الثنائية عن طريق ألكساندرو هدف عن وبالتالي الكرة إلى ركلة حرة غير مباشرة، كرة كانت مراتة على مستوى صناعة الأهداف، جول حديث بعد إلا وكانت عرضية مثالية جميلة بتجربة مانشستر سيتي. Maar hier is meteen een kans en meteen de goal. Zo, 20 seconden op de klok. McGinn, Villa al bij 0. Dit was toch niet waar Manchester City op gerekend zal hebben. In zo'n begin. Goeie bal. Mahrez meegegeven. En dan deze Foden 1-1. Zelf opgezet. Zelf afgemaakt. Goeie goal. Net buiten de 16 meter. Hier Bernardo Silva 2-1 Rodri. City heeft het weer terug. Op de eerste 25 seconden na is het herenmeester tegen Aston Villa. Maar had het veel reparatiewerk te doen. نصيري نصيري مريعاتي ويسجل مريعاتي ويسجل جول فعلا للخلف بينما كرة بينية فرصة هنا فرصة جول فرصة جول عن طريق مارو إيكاردي وجد الطريق وجد المنفذ مبكرا تمريرة سحرية مليمترية في العمق والهداف الأرجنتيني مارو إيكاردي دخل ودقبرة ودقبرة نيمار جول
جيرمان بعد مجهود رائع لداكبا، صعد داكبا، راوغ داكبا، تمتاز. الثالث 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 نعم الثالث جول نيمار، والثالث لنادي باريس سان جيرمان بعد مجهود جماعي رائع بين دراكسلي ماريو. ولا أجمل المهارة دي ماريا، واللمسة الأخيرة لماورو إيكاردي. ماذا فعلت يا أنخيل يا دي ماريا؟ كان هكان هكان هذه وحدة هكان. الله 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 يا أنت عندك كل هذا لماذا؟ للغاية جيريمي 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 الماني نعم يأتي التعادل. جول يسجل لمصلحة ساسولو. إذن لدينا السلوفاكي هنا، لدينا كرة خطيرة. الله هو نفسه هو نعم البديل الناجح جياكومو. موسم 13 منهم متأهلين للفريق. داني أنجز الهدف الأول. يا ولد يا ولد، ركنية حلوة، ركنية حلوة من اللاعب أورغلاوز، ورأسية داني أنجز أمامنا. هو بيسجل الهدف السادس لي في 6 مباريات في مرة. ولمسة اليد ولكن ترتد الجارس من يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، هي من الأول جول. كرة لوكاس مورا ترتطم في ساليسو، ولكن هنا جارس بيل في هذه اللقطة يسجل في مرمى نادي. التقدم في الأمام فلاهوفيتش والتسديد، يا سلام. يأتي الهدف الأول وتأتي الفرحة الأولى بعد طول انتظار عن طريق فلاهوفيتش. يأتي بلحن الختام لشوط المباراة. تعود الكرة داخل منطقة الجزاء والرأسية والتسديدة. الله والتقدم. الكرة هنا الرأسية والهدف يأتي، هدف يأتي وتقليص الفارق. أخيرا يأتي الهدف، أخيرا يأتي الهدف إيدي سالسيدو أخيرا عن طريق البديل. الصومالي حاجي إشارة التنفيذ، شواد والهدف الأول. الهدف الأول تابعها كاني على اليمين، ينجح في رأس شواد في افتتاح التسجيل للنادي الذي سيقصي منذ الدقيقة السادسة. هدف كينغسلي إيدو كينغسلي، لا يترك أي إمكانية للحاج منصور كاني. تصويبة قوية ورامي، والهدف الاول للنجم النادي الساحلي. غير مقبول هذا التعامل الدفاعي للإتوال، مش معقول بالمره. يرفع الكره وخطيره والهدف الاول. نعم هدف اول لفائده الرجاء الرياضي بخطا دفاعي فادح وخروج خاطئ لحارس المرمى. بالورا بالتالي هنا الافضليه لفائده فريق الرجاء الرياضي. والثانيه يا نناح، الثاني ثاني ثاني جول. جول الرجاوي بعد مجهود جماعي رائع. ياتي الثاني عن طريق اللاعب نجوما بعد كرة نناح وقبل حتم ويراع ولابطي يدخل ولابطي ولابطي. جول روعة 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 الجول يا لابطي. ما هذا الأداء، ما هذا الجمال في الأداء يا لابطي ويا نناح. روعة بمحاولة الآن عرضية خطيرة رأسية. جول ضربة رأس تأتي الآن في شباك الحارس حمزة حمياني، وفريق نفسه ستارز يتقدم الآن في النتيجة بهدف مقابل لا شيء. هدف يأتي الآن. الجانب الأيمن رمضان، حلوة التمريرة. عبد الله عبد الله عبد الله. الله
الله على ده هدف، الله على ده هدف، هو ده الكلام. عبد الله السعيد يسجل هدف التقدم لفريق بيراميدز في توقيت مثالي في الدقيقة 78. فريق الوداد كان تدخل ديال سعد الجروب هذا بناء الصورة، سعد الجروب اللي حاول النووي صداع وإعادة الكرة، لاحظوا الإعادة حكم المستعيد كما قلت هو يحيى جبران يبحث عن أولى الأهداف ديالو لأنه لم يسجل في الدوري الاحتراف الإنوي وفي منافسة كأس العرش، ويحيى جبران الهدف الأول، الهدف الأول لفائدة فريق الوداد الرياضي البيضاوي بواسطة يحيى جبران من نقطة الجزاء، هدوء كبير كيوضع الكرة في شباك الحارس البهدي ويبتدي تغيير النتيجة في حدود الدقيقة 16 من نقطة الجزاء. كان كبير ديال فريق الوداد، لاحظوا يعني تركيز كبير، يحيى جبران كيوضع الكرة في الجهة اليمنى والنادي ويا في الجهة اليسرى، وهدف أول عند لاعب يحيى عطيطلا والحكم في ضربة الجزاء، الحكم يعلن عن ضربة الجزاء فتح يحيى عطيطلا وعصام البوداري اللي في الوقت الحكم في حديث مع الحارس مهدي ويا لأنه خصو يبقى في الخط المرمى. أيمن الحسوني، أيمن الحسوني وضع كرة، هدف ثاني لفائدة فريق الوداد 2-0 للوداد الرياضي البيضاوي مرة أخرى من نقطة الجزاء، الهدف كيجي في الدقيقة اللي لاحظوا هذا المرة يعني الكرة في الجهة اليسرى والمهدي ويا في الجهة اليمنى، وهدف ثاني لفائدة فريق الوداد 2-0 اللي كيزيد، والكره تمر جانبا مره اخرى، تبرير دي فرصه، فرصه لفريق الوداد، هدف ثاني، هدف ثاني لفائده فريق الوداد، وايمن الحسوني، ايمن الحسوني كيتمكن من اضافه هدف ثالث لفائده فريق الوداد، رغم انه اخطا يعني على مستوى التغطيه الدفاعيه كيتم استغلالها على نحو جيد من لاعبي فريق الوداد ومن ايمن كيد الملامح ديال فؤاد الصحابي بعد توقيع هذا الهدف، الهدف الثاني لاحظوا خطأ على مستوى إبعاد الكرة من مراد حيبغر، وأيمن الحسوني يسدد بكل قوة، الكرة تعادق شباك الحارس مهدي ويا، وهدف ثالث لفائدة صوفا، كذلك انطلاقة أيوب الكعبين، صوفا شادي عمل سيمون صوفا، الهدف الرابع لفائدة فريق الوداد، أيوب الكعبي، أيوب الكعبي كيتمكن من تسجيل الهدف الرابع في هذا المباراة، كما قلت فراغ كبير على مستوى دفاع فريق سريع وضم لاعبي ديال فريق الوداد، لاحظوا التمريرة في اتجاه سايمون صوفا، انطلاقة هنا، السرعة هنا، الاختراق هنا، الدخول داخل المعترك يمرر لأيوب الكعبي اللي اختار المكان المناسب حتى أنه يوضع الكرة في شباك الحارس المهدي ويا، في الوقت اللي هناك تغيير في صوف فريق سريع وعظم، دخول محمد الروحي، مراوغة ديال محمد الروحي، تسديدة قوية، وبالتالي كانت قطع، غادي نشوفوا الآن القرار عادي الزورا كيقول أعتقد ضربة جزاء، بالفعل إذا ضربة جزاء لبعدة في منافسات كأس العرش، إذا بلين المار كيساعد تنفيذ ويسجل، إذا الهدف الأول لبعدة فريق سريع وعظم وسط الإيفواري بلين المار، الهدف اللي كيجي في حدود الدقيقة 97 سريع واتزم في هذه المباراة، لاحظوا بأنه أحمد رضا التكنوتي مشى في نفس المكان حاول يجمع الكرة، الكرة كانت عرضية مباراة السابقة أمام سان تيتيان، فهو يلعب في محور ورا الدفاع في دنجلوسكي بامبيا اليوم في الاحتياط، وبالتالي لا بأس بإعادة دانيلو دخل بينما كرة بينية فرصة 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 كرة تاريخي ساغاناغي الاستلام داغبا قريب عنده مراقبة بهذا الشكل من كابيل داغبا وكابيل داغبا فر داغبا دخل وداغبا وداغبا نيمار جول نيمار جول تصف شهر رمضان تسلل طاقم تحكيم ولا أروع حكم آخر تتجه إلى ركنية حتى لو لم يكن متأكدا حتى لو كان متأكدا تحكيم هذه المباراة محمد عيد منصور أحمد حسام طه ويوسف البوساتي مع عرضية وكرة لزالت فرصة الثاني الثاني جول الثاني الثاني يا بن شريف لا 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 بن شريف يمضي الثاني